تتعدد طرق بيع اللحوم في موريتانيا، فمثلا على الطريقة البدائية المعتادة يبيع هذا الجزار لحمه ويقبل عليه زبناؤه بدون أن يشعر بخطورة الأمراض التي قد يسببها إلقاء هذه المادة الحيوية على المعارض المكشوفة وأحيانا على الأرصفة. ويدعو الكثير من المواطنين الحكومة إلى اتخاذ إجراء يغير من وضعية بيع اللحم في هذه الأماكن الخطيرة على الصحة. حد خلاص معيار الصحة، احنا لا بد أن نعود دولة عصرية، لا بد أن نعود عندنا شيء نمتاز به، عن نخلوا عن الفوضوية والمشاريع على الشارع والذنبان وفونسات، انه هذا دائما الناس تشرح غير هاي عقلية فاسدة، يلا خلوها عنا. هاي المجالس العصرية هي حقيقة أفضل، لها أفضلية تمتاز بها عن بين اللحوم تنباع على الشارع اللي تتعرض للذنبان ولو ساخ، لأنه هذه فعلا واعرة غير صحية شوي. أما على الطريقة العصرية التي بدأت تبرز مؤخرا في بعض مقاطعات العاصمة، تصطف الناس هنا في هذا المكان لشراء اللحم، ربما لنقاء اللحوم الموجودة هنا أو للحفاظ عليها على الأقل من الذباب والغبار. وأكد العاملون في هذه المجزرة حفاظهم على اللحم من الذبح وحتى وصوله إلى مكان بيعه. ننحر الحيوان بتاعنا في تنويش في اللابتوار، وبعد المراقبة الصحية قمت ودرت الطابع يعني على اللحوم اللي انذبحت ذاك اليوم. عندنا الوتة متاعنا خاصة باللحوم، فهمت؟ السيارة اللي نحن ملكنا نحن مسكرة مقفولة يعني، ما وانا ويعني شروة مسقولة ونظيفة وجافيليزي. تبقى طريقة بيع اللحم في الشوارع الموريتانية مشكلة مطروحة رغم خطورتها على المواطن ومطالبة الغالبية بتغييرها من أطباء ومتابعين للشأن العام.